فقالت السيدة عائشة وهي غاضبة: كيف يدرون عليك بالموت؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث في قوم فيهم يهود وفيهم نصارى وفيهم كفار لا ملة لهم، فكان يتخلق بخلق القرآن الكريم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما في بيته، وكان بيوته آنذاك بعضها عليه سقف وأكثرها ليس عليه سقف، فلما مروا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت، فقالوا: السلام عليك يا محمد، أي الموت عليك يا محمد. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وعليهم، لم يسبهم ولم يلعنهم ولم يخرج إليهم، وإنما قال: وعليكم. فقالت السيدة عائشة وهي غاضبة: كيف يدرون عليك بالموت؟ وماذا فعلت بهم حتى يدرون عليك بالموت؟ بل غضب الله عليهم ولعنهم. فقال لها نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، فقال لها: يا عائشة، ألم تسمعي ما قلت؟ قلت: وعليكم، فإن الله عز وجل يستجاب لي فيه ولا يستجاب له فيا. وأنا رددت عليهم بكل هدوء فلا داعي أن يسبه ولعنه. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، مع الذين آذوه طوال حياته، مع الذين قالوا يد الله مغلولة، ومع النصارى الذين قالوا الله ثالث ثلاثة. فكيف كان، فكيف نكون نحن مع غيرهم، أي المسلمين مع المسلمين؟ الأب مع ابنه، والابن مع أبيه، والأخ مع أخيه، والجار مع جاره. لابد علينا أن نقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.